طبعا للحديث اكثر عن هذا الحفل وهذا المركز يسعدنا ان تنضم لنا الاستاذه ديما بنت عبد الله الطويل مالكه ومديره المركز. حياك الله. اهلا وسهلا، تشرف فيك. ايش هالجمال اللي شفناه؟ والله هذا بعض مما عندنا، ما اظهرنا لكم كل القدرات. يعني هذا البعض ووصل الى القلب مباشره صراحه. كلميني اكثر عن هذا المركز وعن خدماته، مركز افاده. مركز افاده بدا من عام 2013. طبعا يستقبل فئة مخصصة اللي هي فئة متلازمة داون. بدينا مع الطلاب بتأهيل وتدريب وتعليم، يعني يشمل جميع الجوانب، تابع لوزارة التنمية الاجتماعية ومدعوم بالكامل من وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث انه الرسوم لأي طالب تتكفل بها وزارة التنمية. يعني نقدر نقول انتم خدماتكم مجانية. مجانية. جميل جدا. جميل جميل. تسمحي لي أسأل سؤال؟ تفضلي. الآن صححي لي، في حركة نشهدها الآن أصبحت في مراكز تقع تحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وأخرى تحت وزارة التعليم، صحيح؟ شو الفارق بين النوعين من الدعم، من الدعم ومن الخدمات؟ يعني احنا من يومين شهدنا افتتاح مركز هبة لمتلازمة داون في المنطقة الشرقية، ولكن كان تحت وزارة التعليم، تابع لوزارة التعليم. ايش الفرق؟ كل جهات تتبنى فئة معينة من مستويات الذكاء، من القدرات العقلية، فوزارة التعليم لها تصنيف معين ووزارة التنمية الاجتماعية أحسنت. لها تصنيف صح. معين. طيب ديما، يعني اسمي لي على قلبهم قبل شوي قاعدين نشوف الحفل تخريج الأطفال، إيش هي مراحل دخولهم؟ احنا نستقبلهم من الولادة، من ينولد الطفل نستقبله مع أمه، نبدأ نأهلها نفسياً في مرحلة إنكار، طفلي كذا، كيف بيكبر، كيف بيتعلم، نبدأ معاه بالعلاج الطبيعي. طبعاً متلازمة داون لهم خصائص معينة، ينولدون عندهم رخاوة في العضلات، تأخر في القدرات العامة، تأخر في التواصل البصري، تأخر في القدرات العقلية، فإحنا نبدأ معهم من بدري بحيث أنهم يلحقون بأقرانهم من العاديين. يعني هل هي رعاية فقط ولا بعد تعليم؟ رعاية، تعليم، تأهيل وتدريب. أنت تقدرين تقولين أنه مركز متكامل، فيه كادر طبي، أخصائيين علاج طبيعي وظيفي، أخصائيين نطق وتخاطب، كادر أردني، كادر سعودي، فيه كوادر تعليمية ما بين تربية خاصة، علم نفس، خدمة اجتماعية، توجه الأهالي، تعديل سلوك. كل هذه الأشياء تتواجد في مكان واحد، وفرتها لهم وزارة التنمية الاجتماعية، قالت يلا تفضلوا يا الشعب، احنا نبغى نسوي مراكز زي كذا وحندعمكم. اي واحد مهتم بهذا المجال وعنده زي تخصصي، انا تربية خاصة، تفضل تقدر تخدم المجتمع. وهذا شيء مرة رائع، ما اقدر اقول الا الله يعز دولتنا. الله يعز بلدنا والله يعز دولتنا، والحمد لله أن الإنسان فيها مكرم كيف ما كانت قدراته. أي والله. وكيف ما كانت طاقاته وكيف ما كان من وين كان فهو مكرم، وكل صحيح. الفرص الحياة موجودة، واللي أولها وأساسها التعليم مهما كان. عندي أسئلة كثيرة يا ديما، عندي أسئلة هالقد. تمرين تفضلي. أتمنى أن الوقت يسعفني أني أنا أخذ كل الأسئلة اللي في بالي. خليني أسألك سؤال حول، أنت تفضلتي من السؤال الأول قلتي أنه هناك مراكز تتبع للموارد البشرية ومراكز، أعتقد الفارق فيها الآي كيو، هل بيكون التصنيف الآي كيو؟ وهل يوجد عندنا مراكز تشخيصية للداون؟ لأن أنا أواجه مشكلة في هذا الأمر، كثير يقول لك هذا ليس داون، لازم تعمل تحليل الكروموسوم. صحيح. أعطيني كيف أعرف أن ابني هذا متلازمة داون أو يقع تحت تصنيف آخر؟ متلازمة داون من يولد يعطونك التصنيف، الطبيب الأطفال يقول لك، حتى من يوم تكون الأم حامل فيه بمميزاته وصفاته هو متلازمة داون. حتى في الحمل أحيانا يبين مع السائل تبع المحيط الرأسي، يقول لك هذا أو محيط الرقبة هذا متلازمة داون، فطبيب الأطفال أو طبيب النساء والولادة يعطيك التشخيص. طب ماذا لو كان مثلا ولد وعاش وكبر واختلف في تشخيصه، وهل هناك اجراءات تحدد بعد؟ غالبا لما يعني غالبا بعد تقدم الطب عندنا والمستشفيات الكبيره، لما يجتمع اكثر من طبيب، طبيب اطفال زائد طبيب نفسي زائد اخصائي في التربيه الخاصه، لما يجتمع اكثر من شخص على تقييم طفل واحد، اكيد يطلعون بتشخيص دقيق وصحيح. وبعضهم فعلا تحتار في المشكله، لانه يطلع مزدوج خاصه اذا كان الاي كيو عالي.
إذا الآي كيو حقه عالي هنا يقع الأطباء في مشكلة التصنيف هذه. أيوة، لأنه يكون عنده ازدواجية في حاجة معينة، يكون آي كيو عالي بس في تشتت في الانتباه والتركيز، يكون الملامح يعتمدوا، خاصة في متلازمة داون يعتمدوا كثير في التشخيص على الملامح، على لأن يمكن من أكثر على الملامح الإعاقات لها ملامح خاصة فيها. صحيح. طب لوني بنسأل عن أبرز احتياجاتهم. أبرز احتياجاتهم هي اعتمادهم على نفسهم، ثقتهم بذاتهم، تعليمهم، توظيفهم، زيهم زي العاديين. أنا ما أقدر أقول لك والله متلازمة داون لها احتياجات خاصة غير احتياجات الطفل. صحيح. العادي، احتياجاته زي احتياجات الطفل العادي. الطفل العادي نفس الشيء، يحتاج يعتمد على نفسه، يتعلم، يتوظف. هل تشوفين أنه بدأوا في دمجهم بالمجتمع بشكل كافي؟ إلى الآن الدمج قاصر، بس لا، إحنا قاعدين نتقدم بخطوات كبيرة، يعني ما إحنا قاعدين يعني بخطوات ضعيفة زي مثلاً أقول لك قبل 10 سنوات، لا، إحنا قاعدين نمشي بخطوات واسعة في دمجهم، والناس صارت تتفهمهم. أنا جاية مقابلة قبل 3-4 سنوات، المذيعين قدامي ما كانوا عارفين يعني إيش متلازمة داون. اليوم أنا جاية المذيعين عارفين وفاهمين، وآي كيو وطبيب نفسي وفاهمين الموضوع بالضبط، فكل ما لو يصير في وعي بالموضوع. طب هسألك سؤال، هي وجهة نظر عندي وصححيها. أنا أحس بلا أطفالنا أو أبنائنا متلازمة داون أبائهم وأمهاتهم يخافوا عليهم بزيادة، يصنعوا فيهم اتكالية، الحماية الزايدة، الحماية الزايدة يخاف عليه، رغم أني أنا أعرف أنه متلازمة داون من الإعاقات أو عفوا من المتلازمات اللي صح. قادر على دمج، سهل يدمج وسهل يمكن، واجتماعي وعاطفي جدا، عاطفي جدا. هل فعلا إذا الأم وثقت ومكنت هذا الإنسان قادر أن يكون يعيش حياة طبيعية ويندمج ويعمل ويتزوج وينجب؟ أحتاج رسالة من متخصص زيك ديما، فهمي أولياء الأمور أنه خليهم يعيشوا حياة طبيعية. أنت صحيح، أكيد أي طفل من متلازمة داون يقدر يعيش حياة طبيعية إذا أمه وأبوه عملوا زي أخوانه، عطوه التدريب الكافي أو أكثر من التدريب الكافي اللي لأخوانه، عطوه أكثر منه. بتدربوا أولياء الأمور حاجة. عندكم في المركز بنعطيهم دورات تدريبية في كل الأمور، نعطيهم دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الأطفال، نعطيهم دورات تدريبية حتى في لغة الإشارة لغير الناطقين. بعض متلازمة داون وهم صغار لسه ما بدأ يحكي، فنعلمه إشارات معينة للتعبير عن نفسه، نقول ولدك يصرخ لأنه ما يعرف يعبر عن نفسه، نعلمه إشارات معينة عشان يقدر يتفاهم معك. لو قال لك كذا معناها أنه محتاج الحمام، ودي الحمام بكل بساطة حتى لو ما قدر ينطقها كاملة. جميل. طيب ديما، الحلو اللي أنا قريته أو سمعناه يمكن في المركز عندكم أنكم أنتم تقدمون دورات للأطفال أو الشباب من متلازمة الداون تنتهي بالتوظيف. صحيح، هذه في تعاون ما بيننا وبين جمعية سعي لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة. نطلع لهم أطفالنا مع مشرف بحيث أن الأطفال يدورون على أكثر من سكشن، أنه هذا مطاعم، هذا كافيهات، هذا قسم الكذا، فكل واحد نمرر على كذا قسم ونشوف إيش أكثر قسم ممكن يبدع ويقدر يتدرب فيه. القسم اللي يبدع فيه يستمر فيه ونكمل معاه تدريب 6 شهور 7 شهور لحد ما نلاقي له، أو جمعية سعي توفر له الوظيفة المناسبة اللي ينزل فيها تدريب وبعد كذا يتوظف. سبق وأنه تم تخريج أطفال من عندكم وتوظفوا؟ صحيح، أو أمس طلعنا لكم عبد الرحمن العيبان، قاعدين الحين دربه في الجمعية. ما شاء الله تبارك الله، أخبار جميلة. طيب هسألك، خليني أرجع معك خطوة للوراء جدا. أم لسه الله يعني رزقها بطفل وطلع داون، أنتوا شفت عندكم علاج طبيعي وعلاج وظيفي، وأعتقد كمان في غرف العلاج الحسي المفروض تكون صحيح. متوفرة. كلميني عن هذه الخدمات اللي موجودة، وإيش هتفرق لو أنا خليت ابني خضع لها من البداية، وإيش هخسر لو ما خضع؟ طيب، من البداية التكامل الحسي، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، هذا كله لتقوية العضلات. بس لو أنت دخلتي جيم مثلا، أنت تقولين أنا بمشي كل يوم نص ساعة، زي لو ما دخلت جيم عادي ما تفرق. لو حتى لو ما مشيت هذاك اليوم، عضلاتك حتفرق مع الجيم أو بدونه؟ أكيد تفرق مع الجيم. مع الجيم حتدخلين جيم وحتفرق عضلاتك معه. فنفس الشيء في موضوع التدريبات للمتلازمة داون الصغير، بس يدخل علاج وظيفي وعلاج طبيعي، بدل ما يمشي في عمر السنة أو يمشي في عمر السنتين، حيمشي في عمر السنة وشهرين أو سنة و4 شهور زي العاديين.
هيتعلم يتواصل بصريا قريب او شبه من العاديين. انا ما اقدر اقول لك زي العاديين تماما لانه اصلا اساسا ولد بقدرات عقليه اقل من العاديه، بس على الاقل نحاول نلحق فيها العاديين باقصر فتره ممكنه. طب هسألك سؤال تفصيلي نوعا ما، لانه انا متاكده ان كثير يمكن من الامهات اولياء الامور ما يفهموه، الفرق بين العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي غالبا يمكن الاطفال من الاشياء الحركيه الكبيره، المشي، التوازن، هي العضلات الكبيرة اللي بالجسم. أيوة، المشي، التوازن، حركة الذراع، لا الأصابع الدقيقة، هذه حقت العلاج الوظيفي، هم اللي يركزون غالبا على العضلات الدقيقة، كيف تسكر أزرارك، كيف تربط جزمتك، هذه كلها تعتمد على عضلات دقيقة في الجسم، فهذا الفرق بين الوظيفي والطبيعي. والحسي؟ الجانب الحسي هذا اللي أكثر عندهم تشتت انتباه أو فرط حركة، يحتاجون تركيز على الجوانب الحسية أو يحتاجون غرف التكامل الحسي، بحيث أنه يبدأ بدل ما ينتبه لك 5 دقائق وبعدين يلف وجهه عنك، يبدأ ينتبه لك 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، تمتد فترة انتباهها لفترة أطول. طيب ديما، يعني فعليا كيف تشوفون تقبل أولياء الأمور وما شاء الله تبارك الله ثقافتهم في هذا الموضوع؟ لا بالعكس، الأولياء الأمور يعني كل واحد يسعى أنه يتقدم بطفل. هل اختلفوا عن السابق؟ أكيد أكيد، في فرق كبير من السابق إلى الآن، زادت الثقافة، الخجل خف، أنه طفلنا لا، طفل يحتاج تعليم وتأهيل، وحندرب وحنودي وحنفعل وحنسوي وزيه زي إخوانه. زمان كانوا يخجلوا منهم، يمكن يخبوهم، ما يبغى حد يشوفه، لا أنا ما أبغى حد يرحمه، لا بس الحين لا، الحمد لله، يعني في وعي مو طبيعي، يمكن بسبب وسائل الإعلام، يمكن بسبب السوشيال ميديا، يمكن بسبب حتى الناس صارت تشوفهم عادي، حتى جراءة الأمهات يعني تغيرت، يعني أو نفس الأم ثقتها بنفسها وتعريفها بولدها يفرق من أم لأم، بس غالبا يعني إحنا الحين خطوات قدام عن السنين اللي فاتت. طبعا حلو. خليني أخذك على نقطة ثانية، الكادر التعليمي أو الكادر الموظفين اللي موجودين في المركز أو في الموجودين في المراكز المماثلة، ايش هي المؤهلات اللي المفروض يكونوا عليها؟ ايش هي المهارات؟ وكيف يكون هو متخصص انه يتعامل مع متلازمة الدم؟ غالبا احنا في المراكز خريجين اقسام التربية الخاصة. اقسام التربية الخاصة لها تفرعات، تأخر عقلي، توحد واضطرابات سلوكية، صعوبات تعلم، فاحنا لنا جوانب. ما في تخصص خاص بداون صح؟ التأخر العقلي هو اللي يشمل متلازمة. ليه صنف داون في انه تأخر عقلي رغم انه كثير منهم يكون الاي كيو حقه عالي؟ ستيل تأخر عقلي. حتى لو الاي كيو حقه فوق 70 فهو يظل اقل من غيره من العاديين، فيعتبر تأخر. تعرف ليه ديما سألتك هذا السؤال؟ كنت في نقاش مع متخصص في حول هذا الموضوع، وأنا صراحة يعني حسيت انه يجب ان يكون هناك تخصص دقيق مستقل لداون، لأن طرق تعليمهم مناهجهم خاصة فيهم، فأنا لا قادر أعطيهم المناهج الطبيعية للطلبة العاديين وأظلمهم لما أعطيهم مناهج التأخر العقلي. صحيحي لي. إيه، عشان كذا كل طالب عندنا له خطة تربوية خاصة فردية. فيه فردية، احنا نقيم ونشوف وش يعرف، بعد الخطوة اللي هو فيها نحط له الخطوة اللي بعدها، ندرب على كل المهارات، نبدأ من مهارات يمكن ما تتوقعين ان هذه محطوطه في برنامج تعليمي، بس احنا نبدا من مهارات زي مساعده الفصل الذات. الواحد كم طالب؟ 8 طلاب. 8. نبدا من مهارات ما تتوقعين انها محطوطه في خطه تعليميه او خطه تربويه فرديه. تفريش اسنان، كيف من فوق ومن تحت ويمين ويسار وجميع انحاء الحمام بالخطوات، وانت بكرامه، سحب المنديل، رمي المنديل، متلازمه الدم. تحسين عندهم الترتيب مهم، ما إذا رتبتيهم ترتبوا، يتعلموا بالتتابع. بالتتابع، ولازم يكون في أكثر من أسلوب، بصري وسمعي. حتعلمي سمعي بس، حتقولي كلام ممكن يتذكر بعد ساعة، بكرة حينسى، اسألي ما حيعرف، فحيكون في أسلوبين أو 3 أساليب مجتمعة، بحيث أن المعلومة تتركز وتدخل.
أنا بالنسبة لي كعادية أحتاج أسلوبين. صح. ولو حست غرفتي في يوم من الأيام وجيت أدور على الحلق اللي أنا كنت أبغاه من صادقة. ما حصلته. صادقة. فكلنا محتاجين نرتب أفكارنا. صح. عشان ديما كلمة أخيرة حابة توجهينها لكل أمهات داون سيندروم. والله أحب أوجه شكر عميق أول شيء لروتانا خليجية وبرنامج سيدتي على هذه الاستضافة وعلى تغطيتهم للحفل أمس. يعني حضوركم شرفنا وزاد نورنا نور. هذا شيء. والشيء الثاني أمهاتنا شكرا على تعاونكم معي طوال السنة، على تدريبكم، على تعبكم، على حضوركم بشكل شهري لمتابعة الخطط وسيرها. بناتي، بنات المركز، أنا أعجز عن شكرهم، ممتنة لهم بحجم السماء. تدريبهم وتعبهم وجهودهم تذكر ولا تنكر الصراحة، أنهم يعني من أفضل الأشياء اللي حصلت للمركز هم أخصائيات وبنات المركز. فشكرا لهم من القلب وشكرا لكم مرة ثانية. أكيد، وإحنا بدورنا نشكركم، بقول لك شكرا لك ولتواجدك اليوم معنا. حياك الله، أهلا وسهلا. مشاهدينا أكيد إحنا مكملين معاكم باقي فقراتنا، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، متى تحتاج المرأة لعمليات الترميم؟ وما أنواعها وما مدى فعاليتها؟